السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. فيديو جديد ووصفة جديدة. هذه المرة سنعمل وصفة لتطويل الشعر وتقويته، تغذيه من الجذور حتى الأطراف. لكن قبل ذلك لايك للفيديو لدعمنا وتشجيعنا طبعا، وشير لمشاركة الفيديو مع غيركم حتى تعم الفائدة. إذا هذه الوصفة سنحتاج فيها للمكونات الآتية: سنحتاج لصفار البيض، يعني صفار بيضة واحدة، سنحتاج زيت الخروع لزيت القطران، سنحتاج للبن أو القهوة بمقدار ملعقة واحدة. إذا هذه هي المكونات. ثم سأضيف أيضا القليل من زيت الزيتون، وسأذكر لكم لماذا سأضيف هذا الزيت. إذا هذه هي المكونات. لنمر الآن لتحضير الوصفة وطبعا لطريقة إعدادها وطريقة استعمالها. إذا سنحتاج لكسرولة سنضع فيها الماء الساخن، لأننا سنسخن بعض المكونات. سنحتاج لكسرولة ثانية سأضع فيها مقدار ملعقة من زيت الخروع. يجب أن نقوم بتسخين الزيت، كما تعرفون هو يكون ثقيل. إذن سأضع مقدار ملعقة كبيرة، ثم سأضيف إليها ملعقة كبيرة من البن. ونخلط الكل بهذا الشكل. طبعا زيت الخروع سيسخن ويصبح سائل أكثر مما كان عليه. سأضيف أيضا زيت القطران، هو رائع جدا لتسويد الشعر. سأضع منه فقط ربع ملعقة لأن رائحته نفاذة نوعا ما، لكن فائدته رائعة جدا على الشعر. وسأضيف أيضا زيت الزيتون، بالنسبة لمن كان شعرها جاف تضيف زيت الزيتون. سأضيف ملعقة، بما أننا يعني قمنا بتقليل كمية زيت القطران، سأضيف زيت الزيتون بهذا الشكل. كما تلاحظون الخليط أصبح سائل أكثر مما كان عليه. ثم بعد ذلك سأزيل الخليط من الحمام المائي. طبعا لا يجب أن نضيف البيض حتى لا يحترق، ثم أضيف صفار البيض لهذا الخليط. ثم أقوم بخلط الكل جيدا بهذا الشكل حتى نحصل على خليط متماسك كما ترون. وبعد ذلك نقوم بوضعه على كامل الشعر، طبعا مع التركيز على الجذور لأننا سنقوم بتغذيتها حتى نحفز نمو الشعر، وطبعا نحفز نمو خصولات جديدة. وبعد ذلك نقوم بترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين، وبعدها نقوم بشطفها بالطريقة المعتادة، يعني باستعمال الماء والشامبو الخاص بنا. يمكننا تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.